يقولوا عليها باللي كانت شابة بزاف، باللي كانت ذات شخصية قوية وحكمة كبيرة. يقولوا عليها باللي هي ذات أصول بربرية، بصح قامت بسفر طويل عجيب ومحفوف بالمخاطر، وين كانت رايحة تموت أكثر من مرة باش وصلت للهكار. يا ترى من هي هذه الشخصية اللي تعد من أبرز الشخصيات تاع الصحراء الجزائرية؟ راكم حابين تعرفوها؟ نضرب لكم موعد اليوم 27 ماي من بعد الفطور على 10:30 في السونتر تاع بيير كلافري بوهران.